وصلت هاي الهدية على مكتبي حكى لي أنا شاب بحب لك بصف ثالث وأصر إنها توصل هون وأقسمني بالله إنه أنا أفتح لايف وحلفني إني أفتح الهدية على الهواء وحكى لي هذا الشاب أنا هاي البنت بحبها كثير كثير هي بعاد بروحي فأنا استغربت قلت خلينا نشوف شو هاي الهدية شو هذا الشاب اللي يعملني هذا لحبيبته هذا المفاجأة أجاني كل عينين حب مشاعر عاطفة حكى لي دكتورة افتحي هاي وقرئيها خلي هي رح تعرف من أنا حبيبتي لا تنسي أبدا أني أحبك تضحك لا تنسي أبدا أني أحبك واعلمي يا روحي أن الحياة مليئة بالأوقات الصعبة والأوقات السعيدة لذلك تعلمي من تجاربك قدر ما تستطيعين وكوني الفتاة التي أعرف كيف يمكنها أن تكون ستكونين دائما المعجزة التي ستجعل حياتي مكتملة أنت فريدة ومتميزة لأنه لا يوجد سوى فتاة واحدة منك أنت محبوبتي وجميلتي القادرة على تحقيق ما تريدين ابحثي عن ذلك في داخلك وذلك لتحبي نفسك أنا لم أمنحك هبة الحياة ولكن الحياة منحتني إياك أنتظرك منذ أن كنت طفلة صغيرة وأتدرب كيف ستعامل معك كنت دائما أنتظر تلك اللحظة وها أنا أنتظرك الآن أنت فتاة جميلة وأنا فخور جداً بمشاهدتك تقبلين أمامي فأنت تتصفين بالحكمة واللطف والشجاعة والرحمة أنت أثمن وأجمل هدية في حياتي أنت من يجعل قلبي يرقص من الفرح أنت ملاكي وملهمتي لأن أكون أعظم وأفضل نسخة من نفسي ابتسامتك تجعلني أضحك من كل قلبي لأن قلبك نقي وصادق أحبك من كل قلبي أنت ذكريات السعيدة للماضي ولحظات السعيدة في الحاضر وأملي في المستقبل أنت كل دنيتي أدعو الله دائما أن تتكون بيننا تلك العلاقة القوية غير القابلة للكسر وأسأل الله لك التوفيق والعون والرضا المظلوم هذا الشيء صور مين هذا الشاب؟ المعجب الشاب كبير؟ مسؤول يعني رجل مسؤول مين؟ تغششون؟ لا لا ما تغششون مين تتوقعوني؟ أبو بنت بس حتى هي اسمه مين تتوقع أبوها تفكر بطريقة مختلفة؟ بطريقة مميزة مين أو نفترض إنه أب مين تتوقع؟ هي أشوف؟ أشوف الشاب؟ لفيت العالم كله ما في أبداً بعد حب الأب
هو الحاضن الأول، هو حبيبك الأول، هو صديقك الأول، هو صاحبك الأول. لفيت الدنيا، طلعت صرت أم، صرت سيدة مجتمع. صدقا هذا هو الحب الصافي. حيوهم يلا. وجود الأب يحافظ عليه، وجود الأب رزق في حياة أي فتاة، وجود الأب رزق لأي فتاة. حافظوا على أبائكم، بروهم وعيشوا العاطفة معهم وانبسطوا معهم. مش كل يوم، مش كل يوم ربنا بعطيك هاي النعمة، هي مرة واحدة تجي بالحياة. حافظي عليها. في بعد الأب؟ في بعد الأب؟ لا. شوفوا كيف تعب وفكر وأجى عبر بطريقة مختلفة. إيمان، عمرك رح تنسي هاي اللحظة؟ عمرك رح تحبي حدا قد أبوكي؟ عمر إنسان بيجي باخذك برا العالم ثاني ويحكي لك بحبك وبشدك بعد هيك لحظة؟ أكيد لا. فخورة بأبوكي؟ أنا فخورة. أبو إيمان أنت إنسان عظيم، يعني أنا هاي اللغة دائما بناشدها للأهل. حبوا أبنائكم، تعاملوا معهم باستثناء، عبروا عن العاطفة باستثناء. الطفلة هاي بحاجة لعاطفة، بحاجة لحضن، بحاجة لصديق. هاي المرحلة الطفل بحاجة لحضن وبحاجة لحبيب وبحاجة لصديق. أنت كون الصديق وأنت كون الحبيب وأنت كون الصاحب. لو أنت كنت الصاحب لبنتك والصديق، أبداً أبداً فيش إشي بيهزها برا، فيش إشي بينتزعها من جوا. ديروا بالكم على بناتكم، حبوهم بطريقة مختلفة زي هيك. عبروا، إحنا داعمين لأي نشاط مختلف، داعمين لأي فكرة مختلفة. إيمان، خلي الناس تشوف جمالك. هي إيمان بس مش بنت جميلة، إيمان بنت رائعة، بنت مهذبة، بنت مربية، بنت مجتهدة. إيمان ما كانت محجبة، إيمان لبس حجابها إنه هي تأكدت وكانت واثقة إنه هي جمالها لازم تحافظ عليه. يعني أنتوا لو شفتوها بدون حجابي كتلة من الجمال، يعني ماشي على الأرض. عندها أم أب واعيين، كل الاحترام لشخصك الكريم. يعني أنا أتمنى من كل الآباء في المملكة كلها، مش بس مستوى مدرستي، يتعلموا من هاي اللحظة. أنت لو اشتغلت بالاستثناء هذا صدقا أمورك راح تختلف في علاقتك مع أولادك وبناتك. حبوهم وتعامل معهم باستثناء عشان هم كمان يكون لهم سلوك استثنائي. إيمان وقفي ماما، مش احكي لماما، احكي. مش قادرة احكي، مش اشي بيعبر عن شو بحس هلا جد. شو رأيك من الوردة هاي؟ بابر وردة. غير شو كمان تحكي له؟ أنا فخورة إنه شو؟ هو أبوي. وأنا فخورة إنه موجود عندي، لأنه يعني أنا فخورة بوجوده كأب من أبهات ستريت. كيف أنت شعورك الآن؟ احكي لصحباتك، تعالي وقفي احكي. أنا هاي اللحظة يعني بالنسبة لي توثق. أنا بحترم كل أب بيشتغل باستثناء. أنا فخورة في إيمان، فخورة بعيلة إيمان، فخورة بكل أب بيمشي باتجاه بناته. بدي أشكر كمان، أنا زرت أبو حلا صدقا، أنا زرته بالبيت. أبو حلا بتعامل مع بناته باستثناء، هو صديق وليس أب. أنا كمان بحترم صدقا أبو حلا. دخلت على البيت وشفت كانت حلا مريضة، عملت عملية وزرتهم. بحاور بناته قبل ما تنام، البنت قبل لحد الآن بحكي قصة قبل ما تنام، بحاول يكون قريب، بتعامل مع بناته إنهم عالم جميل. وهون الاستثناء كمان. فشوفوا كيف فكر وكيف عبر. بعد هاي اللحظة في إشي بينزل البنت ولا يمكن إشي يلزها. نشتغل على الإشباع. إحنا الرعاية الأولى وإحنا الاستثناء الأول وإحنا الحضن الدافع. دائما الأسرة النواة الأولى في أي علاقة. الله يخليكم لبعض، تفرح فيها وتشوفها بأعلى المراتب. شو هالأب يا إيمان؟ شو هالأب؟ أنا يعني صراحة عشت مع أب عظيم مثل هذا الاستثناء، كان أوادي استثنائي وعظيم في حياتي، وممكن هو اللي قدم لي للناس بالطريقة اللي أنتم بتشوفوني فيها، وتعب علي، هو الله يرحمه الآن، لكن سبحان الله ترك أثر في قلبي الذي يعني ما أظن إنه في زمن يمكن. أظن هاي اللحظة حقتها تكبر جواتي، كل ما تكبر تكبر جواتي، صح؟ وسيدي راسي يلا. الله لا يحبكم من بعض. تاسع، حبوا ابائكم، ظلوهم، ديروا بالكم عليهم، ماشي؟ حبيبات ايمان هديتي مواد. يلا يعطيكم العافيه، شكرا لكم يا تاسع، يعطيكم العافيه حبيباتي. شو بدك امومي؟ يلا يعطيكم العافيه.